بسم الله الرحمن الرحيم. انا واحد السيد اللي مستفيد ضمن هاد الاكشاك هادو. كنوصل واحد الميساج لواحد السيد اللي تكتب علينا، وهو هاد السيد هو اللي كان تيحرضنا في الاول باش كنديروا وقفات احتجاجيه امام المجلس البلدي، وكان تيحرضنا باش كنجيب لنا الرابطه وخلى الناس كاع اللي انه حرضهم باش اعتصموا تما. وفي الاخر كنتفاجئوا بانه تيكتب علينا، وهو كان تقريبا تيسكن حدا الحومه ديالنا. هادشي اللي ما عجبناش الحال. علاش كتصيفطنا؟ علاش انت كتكتب علينا وانت اللي كنت كتحرضنا في الاول باش نديروا حنا باش نوقفوا امام المجلس؟ فاش المجلس تساعد معانا وعطانا الرخصه كنشكروا جزيل الشكر المجلس، وكنشكروا السلطات المحليه حتى هي، كنشكروا السيد الباشا السيد رئيس الدائره، وقفوا معانا شافوا لنا ناس متضررين. صافي حنا كنا كنبيعوا ونشريوا، حنا كبرنا في هاد الحومه هادي، ما كاينش اللي يخاف على هاد الحومه قدنا حنايا. حنا راه كنسكنوا هنايا، حنا راه قرينا في هاد المدارس هادو، ما كاينش كاع اللي خايف من اللي يخاف من هاد الحومه قدنا حنايا. كنوجهوا لي واحد الرساله بعيد منا، الله يجازيك بخير. حنا راه ناس متضررين، احنا راه خدامين الحمد لله. هما الاكشاك راه مازالنا الغطاء ان شاء الله، واحد النهار ولا يومين غيكون هاد الغشاء والريدو غيهبط. بعد من الله يجازك بخير، ماشي انت كنتي كتحرض لنا في الاخر اللي عندك شي مشاكل مع المجلس، سير عند المجلس. سير بينك وبين المجلس. حنا ما ديرش بينا السياسه، الله يجازك بخير. صافي حنا ما بغيناش نذكروا الاسم ديالك، انت راه عارف راسك. راك كتكون حدانا في خبازه حدا الجامع. حدا الجامع ديال الاخوان. الله يجازك بخير بعد منا، الله يستر عليك. المهم الحمد لله هما الاشغال كما كتشوفوا. انا الضرر رفعنا السلطه انها قالت لنا حيدوا الضرر من تما. خرجت اللجنة حيدنا الضرر، ها هو كان مغطي هاد، حيدنا جوج حوان جوج محلات من هنايا، راه حيدنا عاوتاني جوج محلات من ليه، حيدنا محل عاوتاني من ليه. هادو اللي تحيدوا فين يداروا؟ هادو اللي تحيدوا راه غنشوفوا، راه كنفاوضوا مع المجلس ان شاء الله باش نقادوا المسائل ديالنا. حنا هادشي راه دايروا سيدنا الله يجازيه بخير، سيدنا حنا راه جنود مجندين معاه. حنا سيدنا هو اللي داير هادشي الله يجازيه بخير، تينقذ المواطن المغربي. باش انت شنو هادشي؟ راه سيدنا هو اللي درنا هاد المبادره هادي باش تجي تحبسنا حشومه. وعاش الملك. وحنا سيدي شوف حنا حنا جنود مجندين مع سيدنا في هاد البلاد هادي. كما قال الاخ صالح، حنا كساكنين ديال المنطقه ديال بيران زهران كنا تعرضنا للتهميش من طرف احد الناس اللي كانوا ودفاتهم البلديه في الجمعيه اللي هي، وحنا كنشكروها لانها ماشي هي كامله، كما كنعرفوا حوسه وحده هي اللي كتخنا الشواري. وحنا نظرا لهادشي هذا تجمعنا كسكينه كناس مهمشين كناس ما خداميش كناس بطاله، ولكن كاملين تحت الرعايه الملكيه، وكاملين كنامنوا باننا لا مشينا تحت المسطره القانونيه باتفاق مع المجلس البلدي ومع السلطه ومع الامن غناخذوا داكشي قانوني. حنا في هذه الاستفاده هذه الثانيه اللي كنا جرينا عليها اكثر من 3 سنين باش ناخذوا الحق ديالنا، جرينا عليها تحت المسطره، ما درنا لا بالبلبله كما كيقولوا بهذه العباره السوقيه، ما درنا لا اعتصامات لا والو، مشينا مع المجلس البلدي بلي زيطاب ديالو، فما كنمشيو عنده تيقولنا جيبوا هذه الورقه، جيبوا هذه الورقه باش تمشيو قانونيين. صبرنا بزاف، صبرنا المده ديال 3 سنين، معنا ناس اللي مزوجين وما خداميش، معنا ناس اللي كانوا مجرمين وبغوا يدخلوا يعني الادماج ديال بغوا يكونوا الناس نافعين، فاذا بهم ان كاينين ناس اللي هما مسلطين من عند ناس اخرين باش يوقفوا هذا المشروع، ربما عندهم حساسيه مع هذا المجلس اللي كاين، ربما عندهم حساسيه مع هذا يعني المنتخبين اللي كاينين. بغينا نقول لهم حنا ولاد الشعب، حنا ما محزبينش، حنا هنايا عايشين في المغرب كمغاربه، ما باغين فتنه، ما باغين سلطه اخرى، ما باغين ملكيه اخرى، باغين نعيشوا في هذه البلاد قانونيين. قلتوا لنا شيو تحت المسطره، حنا مشينا تحت المسطره، بلا صداع بلا والو بلا. وكنشكروا الجمعيه كما قلتي، كنشكروا الجمعيه وكنشكروا كاع الناس اللي وقفوا معنا، ولكن دابا كنبغوا نبينوا الناس ديال الساكنين اللي كاينين هنا، اللي كاينين شي وحدين منهم محاربين تيقولوا بان السوق النموذجي ضد هذه المؤسسه هذه. اختي الكريمه
امي خويا، خصك تعرف ان الناس ديال 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 هذه المنطقه اللي غادي يستافدوا في هذه الاستفاده الثانيه راهم ابناء المنطقه وجههم بحال الدرهم. يعني كفايه عليهم انهم يكونوا محافظين لكم على على اولادكم. ماشي واحد جاي مارس من اي منطقه ربما غيعطي لبنتك تفاحه اليوم وغيعطيها غدا تفاحه اليوم، ربما غادي 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 غاد غاد تتعرض لشي حاجه اللي حنا كنشوفوها وتنقول اللهم هذا منكر. ربما الميساج راه غادي يكون وصل. انا بغيت نهضر مع الناس ديال السكينه. اما المشروع حنا المشروع غادي يبقى قانونيا، بغينا نقول لهم انتم راه خاص انتم اللي خاصكم توقفوا معنا وتعاونونا. حنا كبرنا معكم في هذه الحومه، حنا اللي كنا كنتسخروا لكم ملي كنا صغار كنديو الخبز، حنا ملي كنا كنشوفوك هاز جايه متقلب بالقفه وكنهزوها معكم، حنا اللي كندابزوا عليكم في هذا السوق اللي مازال ما دخلوش مواليه. السوق الاول اللي ما هضرتوش عليه، السوق الاول اللي مازال ما دخلوش مواليه الحوانت اللي فيه البلبله ديال بصح اللي خاصكم تهضروا عليها، هذاك هو السوق اللي خاصكم تهضروا عليه. حنا ملي تكوني دايزه اسمح لي ملي تكوني دايزه وكنسمع تخسر الهضره كنعتبرك امي وكندابز عليك، وهذه في شهاده الجميع. شحال مره تشديت 48 ساعه حيت دابز مع الاوباش اللي ما ساكنينش في هذه الحومه هذه، مي كدوزي انت ولا كدوز بنتك كيتعرضوا ليها بالالفاظ النابيه وكيتعرضوا لها بالتحرش الجنسي. فلا يعقل اننا من غادي نجيو باش نقلبوا على هذا الخبز ديال بن عباس كما كيقولوا باش ناكلوا بها كامل بسلميه، جوج كفوا ضدنا وما توقفوش ضد المجرمين. وهذه هي الرساله اللي بغيت نوصلها. شكرا لكم كاملين.